ولنعرف أكثر اليوم مع كارمن حجار، بدنا نعرف عن اتيكيت وبروتوكول العزايم خلال الأعياد طالما نحن فترة الأعياد. هلو، صباح الخير كارمن. صباح الخير لوركا، صباح الخير لإلك ولكل المشاهدين. وإلك كمان، بتمنى لك نهار سعيد أول شيء، وبدي أقول لك إنه العنوان كتير مهم وبيعني كل الناس اللي عم تحضرنا، وخاصة إنه نحن هلأ طبعاً بفترة الأعياد وجعبلنا نعرف كم شغلة عن بروتوكول هيدا الفترة، فتفضلي. بالفعل لوركا، هلأ يعني من هلأ بنقدر نعرف عند مين ليلة الميلاد رح يكون العشاء. عادة بالعيال عنا بالمنطقة هون بلبنان وبالدول المجاورة نحتفل بعيد الميلاد ليلة الميلاد بعشاء الميلاد. بهذا العشاء بيجي بير نويل، وبآخر العشاء في عنا منروح على الكنيسة مس دومينيك. هلأ ببلاد برا، بلكن بأوروبا وبأمريكا، الاحتفال بيكون جمعة العيلة والغداء هو تاني يوم العيد يوم العيد يعني غدا ب25. نحن بنحتفل ليلة العيد، لهيك من هلأ بين العيال بينعرف عند مين رح يكون عشاء الميلاد. طبعا أنا إذا كان اليوم عشاء الميلاد عندي بدي أعلم الجميع وأدعي الجميع، لأنه أعطيهم علم من هلأ أنه عشاء الميلاد رح يكون عندي بالبيت. وطبعا بهذا العشاء في أولاد، يعني على عكس عادة لما نعمل عزايم على العشاء بيبقى أكيد كلها ما في أولاد، بس هذا العشاء بيبقى في أولاد، وعلى صاحبة البيت تعرف أنه في أولاد وتحسب حسابهم بالمطرح بلكن الأكل الخصوصي لقلهم، لأنه بده يكون في شوي عجقة زيادة عن اللزوم. بالضبط. وعادة هذا العشاء بيبقى أهلية بمحلية، يعني العيلة، التيتا، جدو، العمات، بلكن الخالات، الأولاد، أولاد الأولاد، بيجتمعوا بهيدي المناسبة ليعيدوا سوا. وكتير أوقات بيكون في أصحاب من بلكن أصحاب عايشين بالبلد ما عندهم أهل، بيجوا كمان ممكن ندعيهم على عشاء الميلاد. وهذا العشاء باي ذا واي مش بس المسيحية بيعملوه، كتير 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 من أصحابنا من طائفة من المسلمين بيعملوا هيدا العشاء وبيحتفلوا مثلنا مثلهم، مثل ما نحن بنحتفل برمضان وبالإفطارات هن كمان بيحتفلوا وبيعملوا ليلة الميلاد عندهم ببيوت. صح كارمن، لأنه منحس الناس كتير أوقات جعبيلة أنه سبب أنها تجتمع تحت سقف واحد على طاولة وحدة، وهيك يصير في هذا جو المحبة، فبتستغل أي عيد وخاصة إذا كان هالقد عيد ضخم وحلو ومعانيه حلوة لحتى يجتمعوا. معك حق. مزبوط مزبوط، ونحن ما لازم نفوت ولا أي فرصة لوركا، وخاصة نحن اللبنانية، ولا أي فرصة لأنه ننبسط فيها، لأنه ما عارفين شو ناطرنا بكرة، لأنه كفينا تعاسة قليلي وضغط. خلينا نحتفل ونعيد. هلا أنا إذا قررت لكن العشاء عندي بالبيت، بدي من هلا أعرف شو المنيو، شو بدي أجيب لحتى ما أهلك حالي لآخر تكي. ما مفروض أنا ليلة الميلاد بين على حالي إني تعبانة هلكانة لأني كل النهار كنت واقفة عم بحضر، ما بيصير. لهيك التحضير المسبق كتير مهم. يعني أنا من هلا ممكن، يعني وهذا اللي صار، نزلت واشتريت الدانز. نحنا على طاولتنا بيكون في أكل كتير، بس أهم شيء هي الحبشة اللي نحن هيدي لازم ضرورية تكون على صفرة كل حدا بيحتفل بالميلاد. بقى مش غلط اني من هلا انزل اشتريها لحتى ما اترك القصص لقبل بيوم او قبل بيومين. وكثير قصص ممكن احضرها من هلا لما اتعب حالي، حطها بالفريزر لحتى نهار الميلاد ما اكون هالقد تعبانه ليله العشاء. اهم شيء ضيوفي ما يحسوا حالهم انه تعبانه او هلكانه من التحضير. نعم. مش غلط اذا انا كنت عم بشتغل اني اطلب كيترينج، مش ضروري فول كيترينج، بس بلكن اطلب دليفري مثلا كذا بلا، اطلب السخن كله دليفري، اعمل انا السلطات، مش غلط ابدا. اهم شيء اني انا لما عم بحطهم على الطاوله ما حطهم بصواني الالومنيوم اللي جايبين لي اياهم الدليفري. نعم. كثير اهتم بالبريزنتاسيون تبع الاكل تبعي. هيدا العشاء منو عشاء عادي، هيدا عشاء ميلاد، لكن طاولتي لازم تبرهن على انه عشاء ميلاد. ممكن زين الطاوله بقصص كثيره،
من ضمن البيدجي، يعني الشرشف الابيض تبعي العادي هو زيته ممكن استخدمه، وحط على هالشرشف جيرلاند، قصص جايبتها من الشجره زين فيها، كروز خضراء، كروز يابسه، بوليت حمر، نجوم، رشهم على الطاوله لحتى يبين فيه مظهر العيد. حلو ابدا طاولتي تكون كاني انا عم بعزم مثل كل يوم عادي، لا حلو غير. البريزنتاسيون تبع الاكل بتختلف، يعني صحن الحمص اذا كنت انا مقرره حط صحن حمص، مش غلط ابدا اني ارسم بالبقدونس السابان دو نويل، احط بالبندوره كانه بول احمر. حلو. يعني مش ضروري يعني نستعمل ابداعنا وفنوننا في تزيين هيدي السفره بشكل كثير بسيط، يعني لحتى بشكل كثير بسيط لحتى الضيوف هيك يحسوا انه هيدا عشاء غير في اجواء الميلاد. نعم. البيتزا ممكن اعملها على شكل ارزه، يعني سبان مش ضروري اعملها مدوره، قصص كثيره ممكن زينهم على سفرتي يبينوا انه في اعياد ميلاد. نعم. حلو انا اذا عم بحضر المنيو احسب حساب الناس الكبار بالعمر اللي معهم كوليسترول، اللي معهم امراض مزمنه، بلكن حدا معه سكري بالعيله، اعمل مش ضروري كله مقالي، مش ضروري كله سمنه وزبده لا اعمل احسب حسابهم انه هن موجودين ليقدروا ياكلوا. واذا في اولاد كمان بدنا نحسب حساب الاولاد شو بحبوا، يمكن بالفعل بس انه شغله بالها هيدي انك تحسب حساب تفتحي مطعم. لوركا لهيك نحن كل حدا عنده عزيمه بالبيت مني وجوري يعني بنعتيل هم، لهيك بنقول نحن خلينا نفكر قبل باسبوع، ابدا ما بيكون هم، بالعكس بيكون يعني منريح حالنا وبنوصل لهديك النهار نحن ومرتاحين. طب كارمن المشاركه بهيك سفره طبيعيه ولا غلط؟ المشاركه يعني كل حدا يعمل شيء. اكيد اكيد انا ممكن اطلب من اختي الا انت بتعملي تبوله مثلا التبوله، اكيد مش غلط ابدا، ممكن اطلب من ما بعرف مرت خيي تعمل هي الداند، مش غلط ابدا. المشاركة حلوة بس أنا كصاحبة البيت أنا اللي بدي، مش أتوقع إنه هني يقولوا لي لا، أنا بدي أطلب ومش غلط إنه نطلب نتشارك بهيك عشاء لحتى يخف الحمل على صاحبة البيت. طيب كارمن سؤال كمان بيفرض حاله، وهلأ ناس عم بيسمعونا حيقولوا إنه ليك نهني وين وليك نحن وين، بمعنى إنه الوضع الاقتصادي كتير صعب على كل الناس، وفكرة سفرة يعني فكرة مائدة ممتدة ومتلينة ومتنوعة وهالقد مثل ما أنت عم تشرحي شهيتينا حيكون شوي يعني هيك شوي غريب أو باذخ بالنسبة للناس اللي أحوالهم عقدهم منا وبالجر أكيد. فبرأيك أنه المبالغة بهذا المطرح بالأكل مش غلط بهيك فترة أو لأنه الميلاد مسموح؟ شو رأيك أنت؟ هلأ الفرصة هيدا عشا الميلاد، طبعا الاحوال الماديه كثير صعبه على الكل، بس اللبناني الا ما بده يعمل سفره، انا مش ضروري السفره تبعيتي تكون فيها فواغرا، مش ضروري تكون فيها الاسماك الغاليه الثمن السمول، لا في انا اعمل بهالفروج اذا ما بدي اشتري داند، ممكن اعمل بالفروج العادي الكبير بالحجم شوي، اعمل رز حوالي، اعمل صحن الحمص، صحن المتبل، ورق العنب، يعني السفرة ممكن تكون من بسيطة. السفرة المطبخ اللبناني ما في لزوم أنا أروح للأجبين الأمبورتي وللقصص الأمبورتي اللي بدها طبعا كتير غالية بهالأيام. من بدنا نفكر نحنا بالمينيموم، ولوركا شو ما عملنا وشو ما طبخنا نحنا ما منزف الأكل، الأكل ممكن يرجع أنا أعطي الضيوف اللي عندي حطهم بعلب صغيره وقول لهم بقي دجاج، بقي حبشه، بقي رز، اعطيهم اياهم بعلب، ممكن اعطي نزل للمحتاجين عندي بلكن ناطور، بلكن باخر الحي في عائله محتاجه، ما في شيء بينكب وما في شيء بينزت، ما بدنا نقول بس بالضبط نحن بدنا نقول باللي نحن اللبناني مشهورين بنعمل، اكثر شعب بيعمل ادابتاسيون بيتأقلم تكيف، وإذا بنطلع حوالينا وهذا بمطرح ضرر يعني عامل ضرر للوطن، مش 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 ضروري ضرب، نحن خلقنا هيك لوركا من 60 سنة لورا، أنا لما خلقت وعنا حرب وعنا أزمات، بقى هل تأقلم هيدا خلينا نعيش ونكفي لهون؟ صح. مش غلط هيدا التأقلم،
بالعكس نحن بنعمل ادابتاسيون، الوضع كثير صعب بس تطلعي حواليك بتلاقي انه لبنان اتأقلم، وهيدي هي ميزتنا، وهيدي بالعكس هيدي اتس بلس، مش شغله منا منيحه لا. بالعكس انا بلاقيها كثير منيحه تو سرفايف، لو الا كنا متنا من زمان. بالضبط. فاذا فكره الفخامه فينا نحطها على جنب كارمن، صح الفخامه، ونحط هيك روحنا بقلب السفره، الزينه اللي قلتي عنها، التواضع، الحنين، اكيد رشه أكيد. مشاعر بيمشي الحال. كل ما هيك نحن عم نقول نحن بالمينيموم فينا نعمل سفره مرتبه. بالزبط. حلمي وحرام ما نعيد. نعم. حرام ما نعمل سفره لاولادنا، يعني لكبارنا اللي بالعمر، انا امي مثلا الاهل كبار بالعمر، ضروري نحسسهم انه نحن هلا يا لطيف مزنوقين كثير وما نقدر نعمل لهم عشاء، كرمال الكبار بالعمر وكرمال الصغار اللي بالعيله نعمل جهدنا انه نعمل نحتفل باقل قدر ممكن. ممكن نعمل اشياء كثيره وفرق كثير كبير على سفرتنا وببيتنا، بزينه بيتنا، نتفه ميوزيك، اعياد اجواء ميلاديه، مش غلط، مش بالضروره نبزخ بالهدايا، لا، فينا نجيب هدايا كثير صغيره، نعمل جستات صغيره بتفرح القلوب، قلوب الجميع الحاضرين. واهم شيء على ست البيت دائما انها تكون حاضره ناضره باستقبال ضيوفها، وهي ست البيت اذا كانت مبسوطه الاجواء كلها بدها تكون فرح، واذا كانت هي تعبانه وهلكانه وعم بتفكر بالدولار وين صار وبكره كيف بدها تعمل ومنين بدها تجيب، طبعا هيدي الاجواء بدها تنعكس سلبا على عشاء الميلاد. لهيك بنقول بدنا نتكل على ربنا بكل شيء ونشكر الله على كل شيء، مش نحن هلا ما علينا، نشكر ربنا على كل شيء ونقول نحن بالمينيموم بدنا نعمل قصص كثيره، والست اللبنانيه بالاخص فيها تعمل التبديع بالمشي. ما بعرف يعني ما عندي انا، ما قادره اجيب حبشه كثير غاليه، ممكن اعمل رز على لحمه، رز عربي فلفل حط فوقه، ما بدي احط صنوبر فيه، حط ما بعرف لوز المكسر اللي هو اقل سعر من حيالله شيء ممكن زين فيه. بقى ما نقول ما قدرتنا، بلا نحن قدرتنا ونطلب المساعده، مش غلط انا اتشارك انا واختي انا وامي انا ومرت خيي اتشارك ونقول نحن بدنا نعمل سفره حلوه. برجع بشدد وبقول لانه نحن دائما دائما بدنا تو سيليبريت الحاضر، نحتفل بالحاضر، ما عارفين بكره شو ناطرنا، وان شاء الله يكون اللي ناطرنا حلو يا رب. ما عم بقول مهم سهره الميلاد يا كارمن تحقق هدفها اللي هي انه الاجتماع المحبي وعلى الصلوات على طول كمان. سوري ما بدي انسى الصلوات، نحن روح الصلاه روح الميلاد لازم تكون مخيمه على الاجواء الاعياد، على سفره على الاكل كمان. نعم نعم، بدي اتمنى لك انا بدوري كمان عيد سعيد كارمن، تستحقي انت وعائلتك. وشو انت مهموكي السنه؟ عزمه نعم انت مهموكي السنه عزمه ولا معزومه؟ عزمتهم عندي، لا انا عزمتهم عندي على البيت. برافو عليكي، وهيدي فرحه ما بعدها فرحه. وبدي اشكرك كمان قبل ما انهي على حضورك توقيع كتابي. مبروك، كثير انبسطت فيك عن جد. مبروك الكتاب، وانا انبسطت اني تعرفت عليك وبتمنى لك كل النجاح. شكرا كثير كارمن، وبنلتقي الخميس القادم ان شاء الله باذن الله.